الخير عليكم بنات، أتمنى تكونوا بخير يا رب وأفضل حال. اليوم بإذن الله راح يكون يوم جديد، بداية الترم الثاني. اليوم أول يوم دراسي، اللي عندهم أونلاين الصباح الله يعينكم، شد حيلكم. اللي عندهم خطط يلا عيدوا خططكم، لا تركزون على أنه المدارس جات زهق شيء ثاني. فكروا أنه بتجي إجازة أكثر من 3 شهور تستمتعون فيها، بتسهرون بتنامون بتعيشون كل شيء تحبونه. ركزوا بس على خططكم، شدوا حيلكم وابدأوا بداية جدا قوية، حضروا دروسكم وتحمسوا ويلا موفقين يا رب. وهالكلام أقول لكم وأسمع نفسي عشان أرجع بعدنا على خططي في حياتي، خططي في دوامي، خططي في مع عائلتي، خططي الصحية، أحاول أرجع لها كلها كاملة وأشجع نفسي. خلي أقول لكم إيش استخدمت اليوم الصباح. شوفوا بيكسي طلبته من فترة، من زمان من زمان من زمان، يمكن 7 شهور من اي هيرب، وطلبت بعد حمض الهايلورونيك، وصراحة ما انتظمت عليهم. بيكسي نفس ما قلت لكم وانا استخدمه احس انه بشرتي شوية تصير برتقالية، ما ادري ليش. المهم انه حطيتهم الحين على التسريحة، ببدأ استخدمهم يوميا، بواظب عليهم مش اقل من 10 ايام الى اسبوعين، ابي اشوف من جد تفيد ولا لا. وبس فاقول لكم استخدمتهم. اول شي حطيت من بيكسي، شوفوا بيكسي ما احطه مع نقطة، مع عفوا نقطة، ما احطه مع قطنة، احطه بس كذا على وجهي او احطه في اطراف اصابعي او اوزع على بشرتي. بس انتبهوا حوالين عينكم لا يجيه، لانه شوية يقشر البشرة، حوالين العين حوالين الفم لا تحطونه. اخليه بس يجف، ما ياخذ وقت يمكن 15 ثانية، بعد كذا احط حمض الهايلورونيك. حمض الهايلورونيك على المستوى او المدى البعيد ما ادري يفيد ولا لا. اول ما احطه احس ان بشرتي تصير صافية، ما ادري كيف، احس انها تكون كذا، كيف اقول لكم يا ربي، كاني حاطة فيكس بلاس اللي من ماك، تعرفون لما تحطوا موية فيها كذا قطرات معدنية تحسون انها تخلي بشرتكم ندية رطبة، احس وجهي كذا يصير رطب. عرفت لما يقول لكم انه لما تستخدمون الهايلورونيك يخلي وجهكم نفس الفلتر، يسوي زي كذا، بس يسويه بس تغسلون وجهكم عاد يرجع وجهكم لطبيعته، بس وقت ما تحطونه يحط كذا نداوة حلوة في البشرة. بس انه استخدمه يوميا واشوف بعدين ما جربت. الاسبوع هذا مع بداية الدوامات ان شاء الله ببدأ استخدمهم المنتجين هذه يوميا، وارجع اقول لكم بعد 2 اسبوع كذا او 3 برجع اقول لكم نتيجته فادني ولا لا. البنات الجدد اشتركوا في القناة، حطوا لايك. البنات القديمات المتابعات اللي احبكم كثير كثير كثير، لا تنسون حطوا لايك، سووا شير للمقطع، خلوا القناة تكبر شوية. الحمد لله الفترة الأخيرة قناتي قاعد تكبر والمشاهدات تزيد بطريقة مش طبيعية، مقاطع عندي قديمة عليها تفاعلات كثيرة، شكرا لكم. بس ما يمنع دائما سووا شير لمقاطعي، دائما حطوا لايك. الحين حطوا لايك ويلا نكمل يومنا. أول شي رتبت سريري، هذا من أكثر الأشياء اللي تحمسني وقت النوم، لما بجي أنام وألقى سريري مترتب. يلا الفطور اليوم راح يكون خبزة، اللي مش جنوبي ما راح يعرفها، بس هذه خبزة جنوبية سويتها كذا تكون عريضة، طبعا تاخذ وقت إذا عرضتوها خليتوها كذا كبيرة تاخذ وقت مش أقل من 40 دقيقة، لازم تكون على نار هادية عشان تاخذ راحتها بالاستواء. بس أقلبها وأوريكم إياها. شوف كيف شكلها بعد ما قلبتها، تشوق ما شاء الله. بس خلاص جهزت الخبزة، خلي أوريكم وجهها الثاني. بسم الله، هذا وجهها الثاني، بس أنا بخليها على وجهها الأول عشان تكون كذا مقرمشة أكثر، لأنه لو خليتها على وجهها هذا البخار والرطوبة بيخليها تكون ناعمة، أنا بها قاسية، اسمعوا كأنها كذا كوكيز أو بسكوت. تقدرون تقصونها بيدينكم عادي، بس أنا بقصها بالسكينة. خليني أوريكم شكلها من داخل، بسم الله، شوفوا كيف، أوه ما شاء الله. طبعا أكلة الخبزة هذه أو الخميرة أو القرصان الجنوبي من أحلى الأكلات عندي، وأفضل فطور عندي لما أفطر خبزة جنوبية أو أي أكل جنوبي. سبحان الله، الواحد الأكل يتعود عليه هو صغير خلاص يحبه. بس خلينا نكمل تقطيعها. هذه طبعا أكلة مش إنها أكلة عادية في الجنوب، لا أكلة جدا مميزة، حتى في المناسبات في الزواجات يسوونها. شوفوا
ولما تقدمونها تقدمونها مع زيت سمسم اللي اسمه احنا في الجنوب، بعض الجنوب يسمونه مو الكل يسمونه سليط، يعني زيت سمسم سليط نفس الاسم. وطبعا في الحسا ما في زيت سمسم اصلي او سليط، بس احنا نطلبه. شوفوا يجينا نفس الطلبيه، يعني مو طلبيه، شحن يكون احد من اهلنا يشتري ويرسله لنا في الجنوب، لانه الحسا ابدا ما في محل زيت سمسم اصلي او سليط. كذا صارت جاهزة، بسم الله ما شاء الله ريحتها، البيت كله ريحته كذا. خبز دافي راح نقدمها نفس ما قلت لكم مع زيت سمسم وسمن ولبن. مش الكل يحبها بزيت سمسم، في البعض يحبها بزيت سمسم، ونص أهل البيت يحبونها بسمن، أنا أحبها بسمن، والنص الثاني يحبها بلبن. اللبن كيف تاكلونها؟ تاخذون قطعة منها وتحطونها مع اللبن، تاكلون مع حبة تمرة، يعني تمر ولبن وخبز، اوف تشكيلة حلوة. وفي مع سمن وعسل، انا احبها مع سمن وعسل، وفي مع زيت سمسم اللي هو السليط. يلا خلينا نبدأ نضبطها. اول شيء بنبدأ باللبن، بسم الله. بعد كذا زيت السمسم، ان شاء الله الغطا حقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس آخر شيء مع السمن وعسل. بسم الله عشان الجو بارد شوية جمد، بس الحين بحط عليه عسل ويصير جاهز. نفس ما قلت لكم ما انتم مضطرين تحطون النكهات هذه كلها، بس احنا بيتنا مختلفة أذواقهم، حتى السليط او زيت سمسم يحبون عليه عسل، فانتوا تقدرون يعني شيء واحد بس او موس واحد، بس حنا اذواقهم في البيت مختلفة. وبس كذا فطورنا صار جاهز. المفروض اني احط السمن فوق الخبزة عشان تذوب. دقيقة، السمن حطوه فوق قطعة كذا بس عشان ياخذ حرارتها شوية، وانزله بس يمسك الحرارة يذوب اكثر، ما تصير فيه كذا قطع سمن ما ذابت. بس كذا جهز الفطور، الحين يجون ونفطر. فطورنا زي ما قلت لكم اليوم خبزة جنوبية، يفضل تاخذ معها شاهي او شاي حليب اللي تحبون، او حتى نيدو لو حليب ابيض نيدو مع زنجبيل تطلع جدا لذيذة. راح ابدا اول يوم دراسي بالشمعة هذه. جهزت لي بلاك كوفي مع الكوكيز، يلا نفتحها مع بعض. استخدم البخاخ هذا مديتيشن،아니고 앞으로 무슨 일이 있을 줄 알고 그렇게 장담을. 자기는 뭐 다 여기까지 왔는데 그래서 맥주는 먹어보고 싶은데
어디 아는 데 있어요?